لاعبي الزمالك في ورطة كبيرة في الإمارات، تلات لاعبين من الفريق اتقبض عليهم بعد ماتش السوبر المصري، تفتكروا ليه؟ وليه حسين لبيب تدخل؟ وإيه اللي حصل فعلاً من دونجا وشلبي وصبحي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. اللي حصل بعد ماتش الزمالك وبيراميدز كان غير متوقع تماما، كلنا شفنا الحماس على ارض الملعب من الاثنين الزمالك وبيراميدز، الحماس اللي خلى الكل مشدود لاخر لحظه، لكن بعد ما انتهى الماتش الموضوع ما وقفش عند كده، لا كانت في ازمه كبيره في الملعب واللي حصل بعدها كان مفاجاه كبيره للكل. وفقا لموقع مصراوي الاخباري الموضوع بدا لما نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك قرر ينط من سور صغير جنب دكه البدلاء بدل ما ينزل من السلم، وعمل حاجه كده زي اللي بنشوفها في الافلام، بس اللي حصل ان امن الملعب ما كانش عاجبه ده فقرروا يوقفوه، وهنا بدا الموضوع يتعقد اكتر لما باقي لاعبي الزمالك زي مصطفى شلبي ومحمد صبحي اتدخلوا، ومش بس هما، حتى مدير الكره عبد الواحد السيد دخل في الموضوع. الخناقه اشتدت بعد الماتش وده خلى الموضوع يخرج عن السيطره تماما. المنظمين اللي كانوا موجودين في الملعب اعترضوا بشده على اللي حصل، وهنا بدا الموقف يتوتر اكتر. الموضوع ما وقفش عند الخناقه، الامن الاماراتي قرر ياخد خطوه اشد واحتجز ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ومحمد صبحي، بعد ما قيل انهم حاولوا يزعلوا احد المنظمين بطريقه صعبه. تخيلوا ان الخناقه دي بسبب مشجع كان بيفرح بهدف بيراميدز ولابس تيشيرت لونه احمر، لاعبيه الزمالك كانوا فاكرينه بيشجع المنافس، وهنا قامت الخناقه، ده اللي قاله موقع مصراوي. وهنا ظهر دور رئيس الزمالك حسين لبيب، الراجل ده ليه مواقف ومواقف، اول ما عرف اللي حصل اتصل بالسفير المصري في الامارات علشان يحل الازمه بسرعه. حسين لبيب ومع حسين المندوه واحمد سليمان دخلوا في مفاوضات طويله مع الامن الاماراتي واتحاد الكره الاماراتي علشان يفرجوا عن اللاعبين، ده وفقا لموقع المصري اليوم الاخباري. لكن الازمه ما كانتش سهله، المنظم اللي حصلت معاه المشكله رفض الصلح او التنازل عن المحضر اللي حرره ضد اللعيبه، كل المحاولات كانت علشان يخرجوا من الازمه دي من غير مشاكل اكبر. بعد مفاوضات طويله وضغط كبير الامن الاماراتي قرر في النهايه يفرج عن اللعيبه الثلاثه دونجا وشلبي وصبحي، لكن الموقف كان صعب والموضوع اتطلب تدخلات كبيره علشان يتحل. حسين لبيب والسفير المصري كان ليهم دور كبير في ان الازمه ما تكبرش اكتر من كده، وفعلا كل اللعيبه رجعوا الاوتوبيس وخرجوا من الملعب. القصه لسه ما خلصتش، اكيد هيكون في تطورات تانيه في الايام اللي جايه، وهنشوف ايه اللي هيحصل بخصوص المحضر والاتهامات اللي اتوجهت للعيبه. لكن في النهايه اللي حصل في ماتش الزمالك وبيراميدز مش مجرد حكايه عن كره القدم، ده مشهد تاني خالص وورطه كرويه حقيقيه في الامارات. كمان وضح كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك ان مسؤولي الزمالك عملوا اتصالاتهم بسرعة جدا ونجحوا في تدارك الموقف، بس الغريب في الموضوع ان اللي حصل ما كانش مجرد خناقة عادية زي اللي بنشوفها في الكورة، ده كان موقف خلى الجمهور كله في حالة ذهول. يعني تخيل معايا انت لعيب في الزمالك فريق كبير والمفروض انك بتمثل النادي والبلد في ماتش مهم زي ده، وفجأة تلاقي نفسك في موقف محرج قدام الجمهور وقدام الامن الاماراتي وكمان المنظمين اللي ليهم دور كبير في تنظيم البطولة. في النهاية احب افكركم اننا مستنيين ارائكم في التعليقات، وتفتكروا ايه اللي ممكن يحصل في الازمة دي؟ هل هيتم حلها بشكل نهائي؟ قولوا رأيكم بقى في التعليقات.